نورا مرسي على السلالة. مرحبا بك. اهلا نورا. شراك لاباس؟ والله لاباس. راك مليح؟ والله الحمد لله يا رب. نتوما لاباس؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله. اهلا نورا. قولي لنا انت مشاهده وفيه لبرنامج صباح الشروق ومتصله بنا في العديد من المرات، هذا المثل ينطبق عليك وفي حياتك ولا لا؟ لا ما تامنيش به؟ اكيد هذا المثل بزاف الناس تكثروه لاصحاب، بصح يخرج بلا صاحب. هذه صح. وفي المرات يعني في المواقف ديالهم لقاو روحهم بلا صاحب، هذه هي اكيد تقول تصحاب الناس بزاف، تحكي لهم صرارك، تقعد معاهم، ديروا صحاب، ومن بعد في لافي ما يخرج لكش حاجه مليح. صافي تقعد بلا صاحب، سورتو في ذا الوقت. الوقت هذا راه الناس ولات تخاف بكري. صح كانت الصحبه كيما انا بكري كنت صغيره كنت ندير صحابات نقعد معاهم، كنت الظن كيما احنا نقولوا. الوقت بدل دروك. لا دروك كون دير صاحب زعما وتحكي له صرارك ولا تحكي له واش كاين، تمثل بعد ينطبق عليك، ينايفك، يولي عاشي فيك بهذاك الصوالح، يولي يلبد لك صرارك، يولي صافي تقعد بلا صاحب. للاسف. انت عندك صديقات نورا؟ عندي 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 ثلاث صديقات. ذروك انا راني عندي صديقات درتهم من بفضل قناه شروق. درت صديق، درت ام فاطمه، درت ام حسنة، كبيره اليوم ام عبد الله، ام ناصره. هادو شوفي هادو راني عام معاهم في ثلاث سنين. الله يبارك. ما كاين اللي شفتهم كيغب في التليفون الحمد لله. وفي الخدمه عندي وحده صاحبتي عدي مسعوده، ربي يخليها، هي راهي معايا وصاحبتي. وشفتيهم انهم في المواقف كانوا معاك صح اصدقاء؟ أكيد كانوا معايا وقفوا معايا. عندي صاحبتي نحييها بزاف، وقفت معايا تقف معايا تنصحني. كاين خواتاتي فاني درتهم في بلاصة صحاباتي. أيوا ربي يدوم إن شاء الله. ربي يدوم. وعندي صاحبتي من الصغر أخت إيمان، ملي كنت نقرا سنة أولى صولي تربية، نحييها بزاف. الله يبارك. الله يبارك. تزوجت وهي وأنا تزوجت جبنا داري ومازال في علاقة. الله يبارك. ربي يدوم العشرة إن شاء الله، يدوم المحبة إن شاء الله. إن شاء الله. قلت لك الصحبة تاع بكري مش كيما تاع دروك. ماشي كيما تاع بكري، رانا شغل باقيين شادين على العادة تاع بكري، مي دروك ما تقدريش تصاحبي. صح، ثقة ما كاش للأسف. إيه صح.